السلام عليكم. يعرف الجسر العملاق الذي يربط ميناء وهران بطريق دائري الرابع نتاع مدينة وهران، وهذا الجسر يعرف تقدم الحوض حيث أنه بدأت عملية وضع الطابلي، يعني انتهاء تم الانتهاء من بناء الأعمدة. وهذا الجسر هذا من نوع فيادوك مزدوج المسار، ويبلغ طوله 1800 متر، وعلوه في بعض الأماكن يصل إلى 120 متر، يعني علو الأعمدة. إذن نشاهد الحجم نتاع الجسر هذا، يعني عندما نقارن الأشخاص أو الشاحنات أو الرافعات الموجودين في قاع الأعمدة، نلاحظ أنه الجسر كبير جدا. وهو الحقيقة الجسر هذا عندما يكتمل الجسر هذا يكتمل طريق الميناء المنفذ تاع وهران باتجاه يعني البريفيريك الرابع أو الخامس تاع مدينة وهران. إذا نترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.